ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبصراحة فقرة أنا متحمسة ليها جدا جدا جدا، لأن ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة ضيف استثنائي حقيقي. لما اتكلمت معاه قبل وإحنا خلال الفاصل أنا حسيت براحة نفسية كبيرة جدا جدا جدا. هو الدكتور الاستشاري خبير الصحة النفسية وخبير التنمية البشرية، الدكتور عادل عبد الهادي. الدكتور عادل عبد الهادي كمان يا جماعه هو مش بس دكتور، ده هو زميل، يعني هو ليه عده برامج اعلاميه بيتكلم فيها عن الصحه النفسيه وعن التنميه البشريه، وغير كده هو ما شاء الله عنده ماده علميه قيمه جدا. فانا برحب بيه وحضرتك مشرفني يا دكتور عادل. انا بشكرك على المقدمه الجميله دي وبلغتي في يعني تقديمي للناس، اشكرك حقيقي. لا حقيقي والله، انا لما اتكلمت معاك خلال الفاصل انا حسيت براحه نفسيه كده وانا بتكلم. الله يكرمك، ده شرف كبير لي ان اكون مع قيمه وقامه كبيره زي حضرتك وشخصيه مثقفه، فان شاء الله ان الحلقه تطلع تفيد كل المشاهدين. ربنا يبارك لحضرتك. دكتور عادل، احنا قبل فقرتنا النهارده بتتكلم ازاي نتجاوز اي صدمة في حياتنا. كتير جدا بيلجأوا اللي يقولوا نتجاوز اي صدمة في حياتنا من خلال القرآن والصلاة وكده، طبعا دي حاجة اكيد، بس مما لا شك فيه ان احنا لازم برضو نرجع للعلم والايه اللي العلم توصل له والخطوات اللي نعملها لتجاوز اي صدمة. جميل قوي. اي حد بيقابله اي مشكلة في حياته لو هو مستعد نفسيا ليها هيقدر يواجهها، مش مستعد نفسيا ليها هيقع، وهتلاقيه ممكن يبعد عن ربنا كمان. يعني ممكن يبقى هو نفسيا يقولك هو ليه ربنا بيعمل فيا كده، اشمعنى انا اللي بيحصل فيا كده، وده ما ينفعش اصلا. فانا لما يبقى عندي صحة نفسية جيدة، يعني ايه صحة نفسية؟ يعني جودة الحياة. يعني ايه جودة الحياة؟ مش ان انا ما يبقاش عندي مشاكل، ان انا يبقى عندي مشاكل بس اكون قادر ان اواجه هذه المشاكل وهذه الصدمات. لو انا قدرت اواجهها يقولك الشخص ده عنده حاجة اسمها صحة نفسية جيدة، يقدر يواجه المشاكل، يقدر يواجه الأزمات، يقدر يواجه الانتكاسات. ومن هنا عايز ابعت رسالة لكل حد بيتابعنا وبيتابع برنامج اطمن، البرنامج الثقافي اللي بيبني، نقول بيبني الأمة حقيقي، لأن حلقات البرنامج مفيدة جدا. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن كل مشكلة في حياتك هي هدية من ربنا سبحانه وتعالى عشان تكتشف نفسك أكتر، تكتشف مدى قدرتك على تحمل الصدمات، مدى قدرتك على حل المشكلات. بس المشكلة إن إحنا بنتعامل مع المشكلة وكأنها نهاية الحياة، لكن في ناس بتتعامل مع المشكلة وكأنها تحدي لازم أنا أتغلب عليه عشان أقدر أكمل في حياتي. تمام، أنا هقول لحضرتك على حاجة. في ناس عندهم الثقافة دي، الثقافة إن أنا دلوقتي لو عندي مشكلة إن دي بتبقى هدية من ربنا سبحانه وتعالى ليا عشان أتعلم أكتر وعشان أقدر أواجه الحياة بشكل أفضل. بس في ناس للأسف عندهم قدرتهم على تحمل الصدمات ضعيفة جدا. يعني أنا أفتكر إن في حد أعرفه فسخت خطوبتها، فكرت في الانتحار. ففي ناس كتير ما بتبقاش، مع إن أنا بشوفها إن دي حاجة يعني عادية، يعني مش حاجة، يعني حاجة ناس كتير جدا بتعدي بيها، بس في حاجات بسيطة جدا ممكن تعدي حضرتك وعليا بشكل نعرف نتجاوزه. إحنا بقى النهاردة نوجه رسالة أو نودي نصيحة للناس اللي ما بيعرفوش يتجاوزوا الصدمات دي. حلو قوي. أسباب مشاكلنا حاجة من الاتنين. تمام. يا إما أنا ما أعرفش المعلومة اللي هتعامل بيها، يا إما أنا اتعاملت بطريقة غلط، اتعاملت مع المشكلة بطريقة غلط، يا إما أنا ما أعرفش الحل، يا إما أنا استخدمت حل غلط. طيب عشان أحسن الصحة النفسية عندي وأقدر أواجه المشاكل دي، الناس اللي مش بتقدر تواجه المشاكل، خليني أقول لك إن أنا وأنت وجميع المشاهدين كتير قابلهم مشاكل، بس في ناس لسه قادرين يقفوا على رجليهم ويكملوا، دول عندهم صحة نفسية جيدة. بنعملها ازاي؟ الناس اللي ما عندهمش القدرة على التحمل يعملوا ايه؟ ايوه، اول حاجة القدرة على التصدي لكروب ومحن الحياة. تعملها ازاي؟ لازم مفهومين تقرا فيهم، في مفهوم اسمه الصلابة النفسية. تمام. في مفهوم اسمه إدارة الغضب، لأن أنت المشكلة أنك بتاخد القرار في وقت غضب، فالقرار ده يبوظ حياتك ويلخبطك، فأنت لازم أول حاجة تعملها كده أنك تقدر تدير غضبك
وتقرا كتير في مفهوم الصلابه النفسيه، ازاي اكون انسان صلب نفسيا اقدر اواجه المشاكل. النقطه الثانيه تواكب القدرات مع التطلعات. في ناس يحط الكلمه الكبيره دي كبيره قوي وهو قدراته قليله، فيجي ينفذ فجاه يلاقي النتيجه عكسيه. عارفه لما تكوني زعلانه مع حد وتقول الحد ده قلبه ابيض، بمجرد ما هدخل عليه هينسى كل اللي كان. تمام. فاول ما دخلت على صاحبتك دي لقيتها بتقول لك ده انت عملت وخليتي وسويتي وعامله لك قعده عرب، فانت حسيت بصدمه طبعا. فانت عدم تواكب للقدرات بتاعتك الاستعداد بتاعك مع التطلعات الحاجات الكبيره اللي انت عملتها في تبابلك صدمه. بعد كده المرونه، انك يبقى عندك مرونه ان انت ممكن، انا ممكن اتنازل، ما اركبش دماغي، اتنازل لمجرد ان المشكله بتعدي وبعدين ابدا احتوي الطرف الاخر. النقطه الاخيره في الجزئيه دي والناس لازم تعرفها وتفهمها، احترم مشاعر الاخرين. بلاش يا جماعه نراهن على مشاعر حد، وبلاش نراهن على كرامه حد، لان اكتر حاجه تخلي اي انسان يبيعك فعلا ويقرر انه يبعد عنك انك جيت على كرامته. ابتعد عن ده، ابعد تماما. اي علاقه، علاقه اسريه، علاقه بين الابناء، في ابن ممكن يبعد عن باباه لمجرد ان باباه اهان وسط زملائه. ممكن زوج يقرر انه يبيع حياته تماما لمجرد ان زوجه اهانته. لذلك اوعى في يوم من الايام تراهن على كرامه بني ادم، الاحترام وتقبل الاخرين كما هم بشكلهم بظروفهم عشان تقدر تتجاوز المشاكل. مهما كانت درجه الصله والقرابه، يعني لازم ان انت عمرك ما تراهن على مشاعر اللي قدامك، اخوك، ابوك، جوزك، صاحبتك، زميلك في الشغل. يعني ما تقولش مثلا العشم ما ياخدكش قوي ان انت تجرحه نفسيا، لان الجرح النفسي ده بحس ان هو اصعب بكتير جدا من الجرح الجسدي. دكتور عادل، انت قلت حاجه حلوه قوي، قلت دلوقتي الانسان يكون عنده مرونه. بحس ان دي مفتاح حل كل المشاكل. لو الشخص عنده مرونه فهو مطاطي، فهيتقبل الصدمه ومش هتكسره، ممكن ايه يبقى مرن.